السلام عليكم يا أصدقائي. وصلنا اليوم للأنديل 21، أنديل وليد الكعبة المقتول في المحراب بالليلة 19 من شهر رمضان المبارك، ورمى نقلوا الإمام الشريف على بيته وحطوه على فراشه. قبضوا على المجرم عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله، واخذوه لعند الامام. ولما شافوا الامام قال لهم اطيبوا طعامه والينوا فراشه، فان عشت فانا ولي دمي عفوا او قصاص، وان مت فالحقوه بي وخاصمه عند رب العالمين. هون اجتمعوا الاطباء والجراحين ووصفوا للامام الشريف شرب اللبن، لأنه ابن الملجم كان سيفه مسموم وكان الجرح غميق لدرجة أنه وصل الجرح لدماغه. ولما سمعوا الأولاد الصغار واليتامى الخبر راحوا عم بيجيبوا كاسات اللبن ويوقفوا على باب بيت الإمام عليه السلام، لأنه كان أبو اليتامى والمساكين. وظل الإمام عليه السلام يعاني 3 أيام من وراء السم اللي انتشر بجسمه الشريف. من كترة السم كان يغمى عليه، وكان أولاده عم يبكوا حواليه وأوصاهم بكتير وكتير وكتير من الوصايا. من الوصايا اللي وصاها الإمام علي عليه السلام لأولاده: الله الله في القرآن، فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم. الله الله في الصلاة، فإنها خير العمل وإنها عمود الدين. الله الله في الزكاة، فإنها تطفئ غضب ربكم. الله الله في صيام شهر رمضان، فإن صيامه جنة من النار. الله الله في الفقراء والمساكين، فأشركوهم في معايشكم. استشهد اليوم من قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، وروحك من روحي، وطينتك من طينتي، لأن الله عز وجل خلقني وإياك، واصطفاني وإياك، واختارني للنبوة، واختارك للإمامة، ومن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. فعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أمير المؤمنين ويعسوب الدين وداحي باب خيبر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ملتقانا في حلقة جديدة وقنديل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.